السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس تكون بخير، ويا رب تكون لحد الآن الأمور واضحة ومفهومة بالنسبة للناس. أولا أنا بعتذر إن أنا قدمت الميعاد شوية برضو لظروف الشغل عندي، فعشان كده خدنا الميعاد بدري يعني إن شاء الله. فالنهاردة هنكمل الجزء الثاني بتاع مديول المشاركة عبر الإنترنت، علشان إن شاء الله بإذن الله بداية من الأسبوع القادم نبدأ في برامج الأوفيس اللي هو الوورد والباور والإكسل. طيب بإذن الله بكرة هيبقى في امتحان إن شاء الله على اللي إحنا أخدناه خلال الأسبوع ده، الإنترنت تكنولوجيا المعلومات والمشاركة عبر الإنترنت. بإذن الله البشمهندس أحمد هيخلصه وهيبعته لكم. تمام. وإن شاء الله بداية من يوم السبت هنبدأ في برامج الأوفيس، هنبدأها بأول برنامج إن شاء الله. هنشوف هنبدأ في إيه. يعني أنا دايما في كورساتي ببدأها يا إما وورد يا إما إكسل، واحد من الاتنين دول. تمام. نبدأ محاضرة النهاردة، المشاركة عبر الإنترنت. احنا كنا اخدنا امبارح ازاي او تعملنا على برنامج التنزيل عبر الانترنت، وكنا اتكلمنا على ادينا مثال عليه اللي هو جوجل درايف، واتكلمنا على برنامج التقويم اللي هو الكليندر اللي احنا شرحناه اصلا على ويندوز 10، والحاجة التالتة اللي هو منصة التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، وعرفنا ازاي ان احنا نتعامل عليها، و خدنا أساسيات الاجتماع عبر الإنترنت، وهنبدأه دلوقتي أهو مع بعض مرة تانية، وهناخد برنامج التعلم عبر الإنترنت، والآخر حاجة اللي هو الهاتف المتحرك. دول الثلاث حاجات اللي إحنا هناخدهم إن شاء الله في محاضرة النهاردة. طيب دخلت على الاجتماع عبر الإنترنت. أقرب مثال على الاجتماع عبر الإنترنت، أنا دلوقتي لو دخلت على جوجل، تمام، ورحت كتبت مثلا زوم، غير لغة، ادخل على مثلا زوم كلاود ميتنج، لو عندي جوجل بلاي على الجهاز اثبته، هو هنا قال لي ايه تم التثبيت، وبعد كده بفتح الزوم وبشتغل عليه عادي خالص اهو. ادي شكل الزوم بيكون في الاول. طيب لو عايز انضم لاجتماع هقول له جوين ا ميتنج. طيب ليه انا مش ظاهره معايا؟ عشان انا حاليا في ميتنج. طيب في حاجه اسمها ساين ان، هعمل تسجيل دخول لزوم. هروح هنا اكتب الايميل بتاعي، وهنا اكتب الباسورد، يا اما اختار من تحت حاجه من الثلاثه. انا نفترض هدخل عن طريق الفيسبوك او هدخل عن طريق جوجل. انا هدخل عن طريق جوجل، قال لي كونكتنج تو جوجل. طيب فتح معايا بالشكل ده، تمام كويس. احنا قلنا لما باجي افتح زوم بالشكل ده اهو، هنا قايل لي كلمه اسمها ريتيرن تو ميتنج، يعني انا علشان خاطر موجود في ميتنج حاليا، فبيقول لي عودة إلى الميتنج أو الاجتماع، لكن لو أنت مش في ميتنج هيقول لك نيو ميتنج. طيب لو عايز أنضم زي ما قلنا جوين، أما لو عايز أعمل مشاركة من شير سكرين سكادول، لو عايز أحدد ميعاد لميتنج هيكون بعد فترة. في الأول أول ما أدخل على زوم هيقول لي برضه عايزني أدخل عن طريق جوجل، ولا عايز أدخل عن طريق إيه بالظبط، وبختار مثلا عايز أدخل عن طريق جوجل، وهيفتح معاك لو كنت مسجل الايميل بتاعك على الجهاز. طيب طيب حلو خالص. فهنا بيجيب لي سؤال في الامتحان الدولي، فبيسألني بيقول لي باستخدام صفحة الاجتماع عبر الانترنت قم بإنشاء اجتماع جديد. فأنا هروح على حاجة اسمها ملف، ده شكل السؤال اللي بيجي بالظبط في الامتحان الدولي. هو مش بيجيب لك زوم
ولا اللي هو جوجل ميت، ولا بيجيب لك كمان تيمز، لا هو بيجيب لك عادي صفحة عادية ممكن يكون معمولة عن طريق مثلا برمجة وبيخليك تشتغل عليها. فأنا قال لك باستخدام الصفحة اللي هي مفتوحة حاليا الاجتماع عبر الإنترنت قم بإنشاء اجتماع جديد. فعلشان أنشئ اجتماع جديد هروح على ملف وأقول له إنشاء اجتماع جديد، إنشاء اجتماع جديد. طيب لو عايز أعطل أو عايز ألغي الاجتماع اللي أنا فيه أختار إلغاء الاجتماع، لو عايز أعدل أقول له تعديل. طيب لو عايز أعمل مشاركة، إحنا كنا لو بندخل على زوم أو تيمز بيقول لك شير سكرين، أنا أدي مشاركة معناها شير، فأنا عايز أعمل مشاركة لسطح المكتب ولا لمعالج النصوص اللي هو الوورد ولا العرض التقديمي اللي هو البرزنتيشن ولا متصفح الإنترنت، فأنا هشوف عايز أعمل مشاركة لمين. طيب تالت حاجة عندك اللي هو مقدم الاجتماع، يعني اللي هو مسؤول عن الميتينج بتاعك، هل هتعين مقدم ولا هتحذفه؟ يعني انت لو عايز تعين مقدم جديد، طيب لو عايز تحذف مقدم اقول له حذف مقدم. فانا سألني سؤال بيقول لك باستخدام الصفحة الحالية اللي هي مفتوحة قم بإنشاء اجتماع. احنا قلنا بنشئ اجتماع ازاي؟ عن طريق ملف، وبعد كده هقول له ايه؟ إنشاء اجتماع جديد، الملف، وهقول له إنشاء اجتماع جديد زي ما انتم شايفين بالشكل ده، إنشاء اجتماع جديد. أول ما أقول له إنشاء اجتماع جديد فظهر بالشكل ده، فهو بيقول لك إيه؟ بيقول لك الوقت الساعة 10، فهروح أكتب الوقت بتاعي، وقايل لك التاريخ، وقايل لك العنوان، أنا كتبت خلاص البيانات بتاعتي وخلصت، أروح أقول له إيه؟ تقديم. طب لو عايز أفضل البيانات دي هقول له تفريغ. تمام؟ تمام. لو عايز تخرج واحد من الاجتماع هيحذف عته، دي ليها موضوع تاني خالص، يعني بتتشرح في برنامج الزوم، بتتشرح في التيمز، كل برنامج من برامج التعلم عن بعد بيكون ليه يعني محاضرة كاملة ممكن تتشرح فيها الحاجات دي كلها، ازاي اعمل مشاركة، ازاي اعمل ميتنج اصلا، ازاي اعمل سكادول للميتنج او اعمل زي جدول لقرص عندي، ازاي مثلا اعمل تقويم، ازاي اعمل حذف العضو، ازاي اخلي اكتر من واحد، صلى الله سيدنا محمد، اكتر من واحد اخليه مثلا هوست او هو المضيف او المسؤول عن الميتنج وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وربنا ادانا الصحه ان احنا ان شاء الله باذن الله نخلص الجزء اللي احنا محددينه مع بعض. في النهايه ممكن نتطرق شويه للزوم والتيمز ونشرح الاثنين بيعملوا ايه بالظبط ان شاء الله يعني. طيب بعد ما خلصت خالص فقال لي ايه؟ تم انشاء الاجتماع بنجاح. طيب هنا بيقول لك ايه؟ قم بدعوة مراد، مديلك ايميل للمشاركة في الاجتماع، المشاركة في الاجتماع. هو طالما قال لك قم بدعوة، قم بدعوة، فهروح على ملف وهقول له تعديل او الغاء الاجتماع. تعديل يعني ايه تعديل؟ تعديل لو عايز اضيف شخص، عايز الغي شخص. فهو اول ما دخل على تعديل الاجتماع فظهر معاه بالشكل ده اهو، بيقول لك اجتماع الرعاة ولا مناقشة الميزانية ولا التسويق ولا خطة التسويق. فهو قال لك عدل في ايه؟ عدل في مناقشة الميزانية، وراح اقول له ايه؟ تعديل. طيب عايز الغيه هقول له الغاء. تمام. اول ما دوس تعديل هتلاقيه ظهر بالشكل ده، قال لك قم بدعوة، فأروح عند دعوة المشاركين
واروح اكتب الايميل اللي هو قال لي عليه، اروح اكتب الايميل اللي قال لي عليه. يبقى الاول بروح على ملف، ثم هقول له تعديل او الغاء الاجتماع. طيب بعد ما اقول له تعديل او الغاء الاجتماع، انا عايز اعمل تعديل او تحرير في مناقشة الميزانية. وبعد كده اروح اكتب ايميل الشخص اللي انا عايز ادعيه للميتنج، وبعد كده اقول له حفظ، كده اقول له حفظ. طيب هنا سألني سؤال تاني، بيقول لك ايه؟ ابدأ الاجتماع الحالي المعنون باسم المشروعات الجديدة. يبقى عشان ابدأ اجتماع حالي هقول له ملف، وبعد كده اقول له ايه؟ بدء الاجتماع الحالي، بدء الاجتماع الحالي اللي انا فيه دلوقتي. هي حاجة كده زي ايه؟ زي الـ return to meeting اللي هي ظهرت معاكم من شوية. طيب سألني برضو سؤال تاني، بيجيبهولك دايما في الامتحانات الدولية، شارك العرض التقديم للاجتماع المعنون باسم المشروعات الجديدة. زي ما انا دلوقتي عامل مشاركة للشاشة، فهو هنا عايزك تعمل مشاركة لايه؟ للعرض التقديمي. فاروح على مشاركة واختار العرض التقديمي، تمام؟ بعد كده اروح اختار اسم العرض التقديمي اللي هو قال لك عليه. ده بالنسبة لي لو عايز اعمل اجتماع عبر الانترنت، وهو بيجيب لك السؤال في شكل التطبيق اللي انتوا شايفينه ده. في اي مشكلة مع الناس؟ امور بسيطة لحد الان، الامور سهلة. تمام، باقي الناس؟ يعني كده ان هو بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك مثلا تطبيق، وكل اللي موجود في التطبيق مكتوب بالعربي. قال لك ضيف اجتماع، هدور على، حتى لو ما اعرفش مكانها فين اقعد ادور لحد ما اوصل لها. تمام، فنصيحة اللي عايز يمتحن الامتحانات دي يمتحن وجه عربي، تمام، انا اسف، يمتحن اللغة بتاعت الامتحان بالعربي بس وجهها ايه؟ انجليزي. اللي هو يجيب لك زي ما اتفقنا، يجيب لك النسخة او الويندوز اللي تشتغل عليه كله قوائم باللغة الانجليزية. اما لو عايزه كله عربي برضو متاح معاك، ان انت لو عايز تمتحن كله عربي. تمام، هبعت لكم الماتيريال، حاضر. هنا بقى في حاجة تانية اسمها التعلم عبر الانترنت، اللي هو برضو يعتبر تعلم عبر الانترنت اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي هو عبر برنامج زوم، فده تعلم عبر الانترنت. طيب بيجيبه لك في الشكل ده اهو، بيقول لك باستخدام الصفحة اللي هي التعلم عبر الانترنت، قم بالدخول على المقرر الدراسي. هو عايزك تدخل على ايه؟ على علم الفيزياء. فدور هنا، هو قال لك ادخل على ايه؟ مقرر دراسي. هذه المقررات الدراسية، قال لك تدخل على ايه؟ علم الفيزياء. هروح اعمل ايه؟ ادخل على علم الفيزياء اللي عندي، او علم الفيزياء بس افتحه. هو قال لك ادخل عليه، ما قال لكش يعمل اي حاجة تاني. فدخلت عليه فظهر معايا بالشكل ده اهو. قال لك ايه هنا؟ قال لك الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع. طب لو قال لك ادخل شوف ملاحظات المحاضرة، هتروح تختار من هنا ملاحظات المحاضرة. طيب لو عايز تعمل تيست او اختبار على الفصل، اروح اختار اختبار، اختبار. تمام، طيب لو عايز ادخل ساحة نقاش زي اللي احنا بنعمله في الشات، فده اسمه ساحة نقاش. عايز ادخلها، ادخلها ازاي؟ عن طريق ساحة الحوار والنقاش، او زي الشات اللي هو موجود في زوم، ده ساحة نقاش وحوار. طيب اسئلة سهلة، الاسئلة بسيطة، الناس متقلقش منها. تمام، طيب نقرا السؤال بقى كويس. يقول لك داخل الصفحة المعنونة باسم ساحة الحوار والنقاش، ادي اسم الصفحة مديها لك، ساحة الحوار والنقاش. افتح الموضوع تمارين بسيطة في علم الفيزياء. فين الموضوع اللي اسمه تمارين بسيطة؟ اهو، تمارين بسيطة في علم الفيزياء.
طيب عايزك تعمل ايه؟ تضيف رد جديد اسمه شكرا لك. يبقى هروح ادخل على تمارين بسيطة في علم الفيزياء، تمام، وقال لك ضيف رد اسمه شكرا لك. يبقى هنزل تحت خالص عند مشاركة، اروح اكتب شكرا لك، اكتب النص اللي هو كاتبه لك، شكرا لك. طيب حلو لحد الآن، أمور بسيطة. ده بس اللي هو جزء التعلم عبر الإنترنت. الجزء الأخير أنا شايف إن هو جزء سهل، كمان سهل جدا على الناس، اللي هو جزء الهاتف المتحرك. كمان بيعلمك إزاي تبعت رسالة عن طريق التليفون، إزاي تعمل اتصال، إزاي تفتح شبكة إنترنت. ده كله هناخده دلوقتي على تطبيق اللي هو الهاتف المتحرك. طيب هنا بيجيب لك شكل السؤال بالشكل ده، بيقول لك ايه؟ باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك مدي لك شكل تليفون، قال لك اعمل ايه؟ قم بالاتصال بالشبكة اللاسلكية المعنونة باسم لتمس بارك مستخدما كلمة المرور التالية بارك 123. يعني معنى كده ان هو بيقول لك ايه؟ ادخل لي على الواي فاي من التليفون. طب لو عايز ابعت رسالة كنت بعمل ايه؟ من رسائل. عايز ادخل على الموسيقى اهي، عايز ادخل على الاجنده بتاعتي او التقويم اهو، عايز ادخل على الساعه اهي، عايز ادخل على الكاميرا اهي الكاميرا، عايز ادخل على الصور ادي الصور، عايز ادخل على جهات الاتصال ادي جهات الاتصال بتاعتك، عايز تبعت رساله ادي البريد الالكتروني، عايز تعمل مكالمه تليفون ادي الهاتف. طيب يعني ايه فوليب؟ تقنيه الاتصال الصوتي عبر الانترنت. يعني احنا دلوقتي بنعمل مع بعض حاجه اسمها الفوليب، اللي هو الفويس اوفر اللي بتسمعوا عنه، تقنيه اتصال صوتي، فانتوا سامعيني وانا سامعكم لو اتكلمتوا. فالفويس اوفر اللي هو الاصوات اللي بتلاقوها على الفيديوهات، مثلا فيديو مدته 30 ثانيه او ساعه بصوت، صوت كرتون ايا كان، صوت الشخص نفسه اللي بيقلده، فده اسمه الفويس اوفر. ده اللي هو الفوليب، اللي هو تقنيه الاتصال الصوتي. طيب علشان ادخل على الشبكه اللاسلكيه فانا هدخل على ايه؟ الاعدادات، هدخل على الاعدادات. طيب انا لو جيت دخلت على الرسائل فظهرت الرسائل بالشكل ده اهو. طيب لو عايز اعدل في رساله احدد الرساله واقول له تعديل. طيب عايز انشئ رساله جديده هقول له انشاء رساله، انشاء رساله. طيب انا لما اجي ادخل على جهات اتصال مثلا الهاتف او جهات الاتصال، فدخلت على جهات الاتصال اللي انتم شايفينها دي، فلو قال لك رن على يوسف هشام هروح على علامه الاتصال اللي انتم شايفينها دي، قال لك ابعت له رساله هروح على علامه الاس ام اس اللي هي شورت مسج سيرفيس، خدمه الرسائل النصيه. فعلامه التليفون دي لو عايز اتصل بيه، علامة الرسائل دي اللي هو لو عايز ابعت له رسالة. طيب انا علشان ادخل على الشبكة اللاسلكية احنا قلنا بدخل على ايه؟ الاعدادات. دخلت على الاعدادات. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتصل بشبكة لاسلكية، فاروح اختار من هنا الشبكات اللاسلكية واختار منها ايه؟ اختيار شبكة، اختيار شبكة. اول ما اروح على الشبكة اللاسلكية اللي هو الواي فاي واقول له اختيار شبكة، تمام، فظهر عندك مجموعة شبكات. هو قال لك اسم الشبكة ايه؟ لتمس بارك، لتمس بارك. هروح بعد كده اقول له الاتصال بالشبكة او كونكت، الاتصال بالشبكة. بعد ما بقول له الاتصال بالشبكة هيجيب لي اللي هو بيقول لك دخل كلمة المرور، اروح اكتب هنا كلمة المرور بتاعتي واقول له ايه؟ اتصال، واقول له اتصال، تمام. ده بالنسبه لي ازاي اتصل بالانترنت. طيب هو قال لك هنا ادخل على ايه؟ مجلد الصور. بيقول لك في مجلد الصور اهي، الصور دي اللي عندك، عايزك تشارك الصوره اللي هي اسمها نزهه ترفيهيه عن طريق البريد الالكتروني. يعني انت هتبعت الصوره دي عن طريق ايه؟ البريد الالكتروني. فتروح على الصور، تمام، افتح الصور،
ادي الصورة، اروح اعمل لها عملية ايه؟ مشاركة، مشاركة اللي هو شير. طيب انت عايز، انا عايزك تشارك الصورة عن طريق ايه؟ عن طريق رسالة نصية، ولا عن طريق وسائل، انا اسف، وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي زي فيسبوك، انستجرام، تويتر، واتساب، دي اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، ولا عايز اعمل لها مشاركة عن طريق البلوتوث؟ فانت بتختار انت عايز تعمل لها مشاركة عن طريق ايه؟ البريد الالكتروني، واروح اكتب البريد الالكتروني بتاعي هنا واقول له مشاركة. تمام، حلو خالص. هنا مدي لك متجر تطبيقات، بيقول لك قم بتثبيت التطبيق المعنون باسم محول للعملات. انا عايز اثبت التطبيق ده اللي هو محول العملات، علشان اثبته اعمل ايه؟ اقول له تثبيت. طيب التطبيقات اللي هي مكتوب تحتها مثبت، دي متثبته عندي على التليفون او الجهاز اللي انا فاتحه. طيب لو عايز اثبت تطبيق اسم الحسابات الشخصيه، هروح عند الحسابات الشخصيه واقول له تثبيت. طب لو قال لك دور على تطبيق، مدي لك اسمه مثلا داخل متجر التطبيقات، اروح هنا في البحث فوق اكتب اسم التطبيق اللي انا عايزه. طبعا كلنا بنستخدم تليفونات، فشايف الكلام اللي انا بقوله بالنسبه له ان هو يعني مفيش معلومه جديده، بس دي الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات الدوليه بخصوص المشاركه عبر الانترنت. طيب هنا بيسالك برضه سؤال تاني، بيقول لك داخل تطبيق التقويم قم بانشاء حدث جديد باسم مخيم التدريب. مخيم التدريب يعني انا هدخل على التقويم اللي عندك اهو، التقويم، وهعمل حدث باسم مخيم التدريب، وهحدد التاريخ والساعه، وهحدد التاريخ والساعه. تمام، انا دخلت على التقويم، التقويم هدخل عليه، انا عايز اعمل ايه؟ اضيف حدث، هقول له اضافه حدث، اضافه حدث. تمام، اول ما اقول له اضافه حدث هلاقيه ظهر بالشكل ده، هروح اكتب هنا اسم الحدث، واكتب تحته عنوان الحدث، واروح اكتب التاريخ والساعه اللي هو قايل عليها، بعد كده اقول له حفظ. كده انا عملت الحدث بتاعي اللي انا عايزه. لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ امور بسيطه، الامور سهله. قبل ما ادخل على اخر جزء هشرحه النهارده، الامور بسيطه مع الناس. يا ريت كل الناس تاكد عليا. المشاركة عبر الانترنت كده خلص، ما فيهوش اي مشكلة. طب شايفين مثلا ان الامور ماشية سريعة شوية، ولا عايزين ان انا ابطأ، ولا اسرع اكتر من كده، ولا اكون ماشي في نفس الريتم؟ يعني انا اتمنى ان الناس تقول لي ارائها. تمام، كويس. اسرع اكتر من كده ولا انا اللي ماشي سريع؟ طب يعني انتوا شايفين ان لحد الان الامور ماشيه واحده واحده؟ تمام، كويس. هتلاقوا اغلب الحاجات دي يعني حاجات احنا بنتعامل معاها كتير في حياتنا اليوميه، زي الفيسبوك، زي الزوم، بس مش كل الناس بتتعامل مع الزوم، زي اللي هو التليفونات، اللي هو ازاي ابعت رساله، ازاي اعمل مكالمه تليفون. مفيش حد في الدنيا ما يعرفش ازاي اعمل مكالمه تليفون، لو عايز اعمل اصور صوره عن طريق التليفون، فدي كلها حاجات هتلاقوها، يعني هتلاقي فيه معلومات عامه، حاجات عدت عليك قبل كده. يبقى كده اخدنا اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، تكنولوجيا المعلومات، والمشاركه عبر الانترنت. بالنسبه للجزء العملي احنا حاليا ماشيين في العملي. تمام، طيب في جزء نظري، في جزء نظري، بس الجزء النظري ده احنا قلنا في نهايه ايه؟ في نهايه الكورس ان شاء الله، بعد ما نخلص اللي هو برامج الاوفيس، اللي هو اربع برامج، اللي هو الوورد، باوربوينت، الاكسل، واكسس. في ماده عندك اسمها الطباعه وادخال بيانات،
انا مش بعتبرها مادة بالنسبة لي. ليه؟ لان كل القصة هو بيجيب لك قطعة بيقول لك اكتبها وبيحدد لك 3 دقائق، يعني القطعة الاولى هتكتبها لي في 3 دقائق، والقطعة مكونة من 3 أو 4 سطور اكتبها لي في 3 دقائق. طيب يجيب لك قطعة تانية اكتبها لي في دقيقتين، يجيب لك قطعة تالتة اكتبها لي في دقيقة. فالقطعة الأولى 3 دقايق بيدي لك 3 سطور او 4 سطور تكتبهم، بيشوف السرعه بتاعتك، سرعه استخدامك للوحه المفاتيح، تمام؟ وبيقل بعد كده مع القطعه الثانيه ثم الثالثه. هو بيجيب لك 3 قطع بس مش بيزود، وزي ما قلنا كل قطعه 3 أو 4 سطور، والقطعه الاولى بتاخد فيها 3 دقايق، الثانيه اقل من 3 دقايق، والثالثه اقل من 3 دقايق. ساعات بيجيب لك جدول بيقول لك املي مثلا رحلة طيران، اكتب اسم العميل وهكذا. في حد بينزل في المادة دي؟ لا، كله بينجح فيها، تمام؟ بس هي مش بتتقاس بالدقائق، يعني انا افضل ان انا اكتب عدد كلمات صح، حتى لو كتبت كلمات قليلة بس اكتب الكلمات صح. لازم اركز في الهمزة، الفاصلة، النقطة، الحاجات دي كلها برضو بيحاسبك عليها، تمام؟ فأنا لو بكتب إنجليزي وكويس بالإنجليزي فأدخل المادة دي إنجليزي. أنا عايز أمتحن المادة دي إنجليزي بحيث إن هو يجيب لك القطعة كلها تكتبها إنجليزي. طيب لو عايز عربي، لا، لازم تكون عارف كويس اللي هو إيه؟ الهمزات، يعني أدي الاختصارات. يعني شفت ألف أهو، شفت غين، شفت إيه، شفت صاد، شفت ضاد، شفت سين، شين، كاف، ط، و، واو، زين، زال، وفي زين، وفي ره، دي كلها اختصارات لهمزات. فدي اللي هي بيكون عليها يعني نسبة 90% بيركز فيها في الامتحان الدولي، تمام؟ فأنت لازم تكون عارف الكلام ده. يعني أنت أولا بيجيب لك مثلا الامتحان، ما تدوسش على ستارت أو البداية قبل ما إيه تبص على القطعة، بس تدي نظرة شاملة على القطعة، انت هتكتب ايه بالظبط، وتركز في الهمزات، تمام؟ الهمزات، وعلى الاقل تكون مثلا عارف كل همزه بتتعمل ازاي. طب خلاص انا اديت نظره شامله على القطعه، ابتدي بعد كده اعمل ايه؟ ادخل اكتب واحل على طول. هو بس بيجيب لك زي ما قلنا القطعه مكونه من 3 أو 4 سطور، هتكتب القطعه الاولى في 3 دقائق، والثانيه بيكون اقل من 3 دقائق، والقطعه الثالثه اقل برضو من دقيقتين مثلا. زي ما قلنا ما تركزش في الوقت، لا اكتب اشتغل، بس زي ما قلنا مش بضغط على زر ابدا غير لما اقرا الكلام كويس واركز في الحروف بس. هل دي ماده بتيجي في الامتحان؟ اه بالظبط. بقول لك لازم تطبع 50 كلمه بالدقيقه بالظبط. فلازم على الاقل، على الاقل يعني انت هو بيديلك بيشوف مدى قدرتك، مدى مهارتك في استعمال ايه؟ في استعمال الحاسوب. بس الماده دي موجوده فين؟ موجوده في الاي سي دي ال تيتشر فقط. يعني زي ما شرحنا في اول محاضره خالص ايه الاختلاف ما بين الثلاث حاجات. الاي سي دي ال العاديه بتمتحن فيها 3 امتحانات، كل امتحان 36 سؤال لمده 45 دقيقة. أول امتحان أساسيات الكمبيوتر والإنترنت، تاني امتحان الوورد والباوربوينت والإكسل، تالت امتحان بتمتحن اللي هو مادة اسمها الأمن السيبراني. المادة دي كلها نظري، بس الأمن السيبراني بيجيب لك إيه؟ بيجيب لك 50 سؤال لمدة ساعة. طيب بالنسبة للأي سي دي ال تيتشر بمتحن إيه؟ بمتحن أساسيات الكمبيوتر، أساسيات الإنترنت، تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات للمعلم، الطباعة وإدخال البيانات، والمشاركة عبر الإنترنت، والوورد والباوربوينت والإكسل. بتمتحن 9 امتحانات. طيب الأي سي 3 بمتحن 3 امتحانات، 3 امتحانات. أول امتحان أساسيات اللي هو الكمبيوتر والأي تي، تكنولوجيا المعلومات. الامتحان الثاني الوورد والباوربوينت والإكسل، والامتحان الثالث اللي هو اساسيات الانترنت. ده الاختلاف ما بين ال3 امتحانات الدوليه. احنا بقى ايه الكورس ده؟ تاهيل للامتحانات دي كلها، تاهيل للاي سي دي ال، للاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3، تمام؟
لحد الآن خدنا أساسيات كمبيوتر، إنترنت، تكنولوجيا المعلومات والمشاركة عبر إنترنت، خلصنا الجزء العمل اللي ممكن يجي في الحاجات دي. وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم من يوم السبت، بكرة مش هيكون في محاضرة لأن هيبقى فيه امتحان، تمام؟ امتحان على اللي إحنا خدناه لحد النهاردة، تمام؟ زاد ناس ما تقلقش يعني، حتى النهاردة ده هيجي مني حاجات بسيطة جدا، يعني أنتوا شايفين النهاردة المحاضرة سلسة، يعني الحاجات احنا عارفينها اصلا، اللي هو التليفون، الفيسبوك عموما، وهكذا التقويم. لا مفيش داعي انت تدخل التلات امتحانات. الاي سي دي ال تيتشر لو انت هتشتغل في مجال التدريس، يعني انت مدرس، انت مدرس، فلو عايز تدخل الامتحان الدولي ادخل الاي سي دي ال تيتشر. طب الاي سي دي ال والاي سي 3 ممكن تدخل اي واحد فيهم، تمام؟ اي حد في الدنيا بيحتاج سواء دي او دي. انت مثلا في شركات دوليه بيحتاج منك، بيقول لك انا عايز منك شهاده دوليه اي سي دي ال او اي سي 3. طب ايه الفرق ما بين الاي سي دي ال والاي سي 3؟ الاي سي 3 هي احدث واشمل من الاي سي دي ال، ندرسها بتوسع شويه. فده الفرق ما بينهم. امتحان الساعة كام؟ هل ممكن نأجله يوم السبت؟ لا، هو الامتحان هيكون في نفس المواعيد من 12 ل 12، من 12 ل 12. ادخل في أي ميعاد أنت شايفه مناسب. طيب اللي عنده أي مشكلة في موضوع الامتحان يتواصل مع باشمهندس أحمد حسام، تمام؟ طيب حد الآن حد عنده سؤال في اللي إحنا أخدناه في كل المحاضرات حاليًا؟ قبل ما ندخل على برامج الأوفيس، حد عنده أي مشكلة؟ اللي احنا بندرسه هنا بيغطي الثلاثة، الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3، بحيث ان انت برضو لو احتجت انت تاخد شهادة من دول ما تاخدش الكورس تاني بره، انت خلاص اخدته، بدل ما تدفع لك مبلغ وقدره، لا انت اخدته خلاص. انت كل القصة بس لو عايز تدخل الامتحان الدولي هتدفع مصاريف او تكلفة الامتحانات الدولية فقط ليس الا، تمام؟ ومفيش حاجة اسمها مثلا مركز يقول لك لا انت لازم تاخد عندي التدريب بعد كده الامتحان، لا. يعني انت كشخص انت ممكن تدخل على الامتحان على طول، تمام؟ لا، الامتحان هيكون عن اساسيات الانترنت، تكنولوجيا المعلومات، واللي هو المشاركة عبر الإنترنت، على الثلاث حاجات دول. هنسق موضوع الامتحان مع باشمهندس أحمد حسام إذا كان الجمعة والسبت، هنسقه معاه إن شاء الله. حد عنده مشكلة لحد الآن؟ أمور بسيطة، أمور سلسة. إحنا كده خلصنا النهاردة، بس عندي رجاء بسيط جدا من الناس، يعني بعد اذنكم، يعني لو لقيتوا ان انا ماشي سريع في مره، انا ما بحبش امشي سريع، انا دايما في محاضراتي بمشي واحده واحده، بحيث ان كل الناس حتى اللي فاهم يفهم اكتر. فلو لقيتوني في مره ماشي بطيء خالص او ماشي سريع خالص او في تعقيب في النص، يا ريت الناس تبلغني بيه، تمام؟ كلنا بنحاول نستفاد على قدر الامكان من بعضنا، أنا بتعلم منكم وأنتم بتتعلموا مني، في الآخر بنكون منظومة تعليمية كويسة. بس أشكركم على محاضرة النهاردة، تمام؟ وبعتذر من الوقت قدمناه النهاردة في المحاضرة ده، يعني بسبب ظروف معايا، وحاولت على قد ما أقدر إن أنا أغطي لكم كل محتويات المحاضرة بتاعت النهاردة، وإن أنا ما أزودش عليكم أكتر من كده. فربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله ويكرمكم. ان شاء الله ما تقلقوش، يعني الامتحان هيكون بسيط. كل القصه يعني الامتحانات اللي احنا بنديها لكم، انا بدربك على الامتحانات الدوليه عشان تدخل الامتحان وانت ما عندكش رهبه من الامتحان الدولي. بس الامتحان الدولي ابسط مما تتخيله، الامتحان الدولي سهل، الامتحان الدولي عايز اللي هو ايه، انسان الهادي، انت بكل سهوله حتى لو داخل امتحان وحد فاهم، فاهم مش حافظ، الامتحان الدولي مش عايز حد حافظ، لو فاهم هتدخل تحل وانت مرتاح. فربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله ويكرمكم،
ما تقلقوش، احنا لسه يعتبر بنقول يعني خلصنا جزء، مش هقول ان هو كبير بس يعتبر خلصنا حاجات مهمة لحد الآن. لسه ان شاء الله باذن الله في حاجات تانية زي الوورد والباور والاكسل والاكسس وباقي الجزء النظري، بحيث ان احنا نكون شملنا اللي هو الثلاث اختبارات الدوليه اللي هو الاي سي دي ال والاي سي دي ال تيتشر والاي سي سي. فربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، واشكركم على محاضره النهارده وبالتوفيق ليكم يا رب. حاضر، من عينيا والله، انت تأمرني هندسة. حاضر، خلص بس الكورس ده واللي انتوا عايزينه انا معاكم فيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله مستمرين مع بعض، فربنا يوفقكم رب ان شاء الله ويكرمكم. وبعتذر مرة تانية يعني اذا كنت صدعت الناس، فاستحملوني معلش. بالتوفيق يا رب ان شاء الله ليكم يعني، وان شاء الله نلتقي يوم السبت ان شاء الله في محاضرة جديدة بإذن الله من كورس التأهيل للاختبارات الدولية. حاضر، فوتوشوب جاي على فكرة. حاضر حاضر، اكتبوا كل اللي انتوا عايزينه وان شاء الله بإذن الله نحاول نوفر. حاضر، ربنا يكرمكم، استأذنكم، واللي محتاج برضو اي حاجه ممكن يبعت على الواتساب او يبعت في او يكتب في رابط الحضور النهارده السؤال بتاعه، وان شاء الله باذن الله نقدر نجاوب على كل الاسئله دي قبل بدايه المحاضره اللي جايه ان شاء الله. معلش يا هندسه، يعني انا ما نستكش والله، فهنخليها معلش لبدايه المحاضره اللي جايه اللي هو يوم السبت، قبل ما ابدا في الوورد ان شاء الله هشرح لك الجزء اللي هو تفريغ الإيميل. تمام، شكرا لكم مرة تانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله بالنسبة لنظام الامتحان، بس أنا حابب أأكد على نقطة، إن الامتحان والتعويضي هيكونوا الاتنين موجودين في نفس الوقت. يعني حضرتك بعد ما هتمتحن هتلاقي في عندك اللي هو السؤال اللي ظهر للناس في الامتحان التعويضي، اللي هو كان ترايل 1 ترايل 2 تريننج. فدول 3 فرص في دخول الامتحان، منهم فرصتين محسوبين عليك اللي هي ترايل 1 وترايل 2. اما ترايل تريننج دي لو حضرتك بعد ما خلصت ترايل 1 وترايل 2 حبيت ان انت تتدرب تاني مع نفسك كده حاجه ليك، دي ما فيش فيها اي مشكله، دي خاصه بترايل اللي هي فور تريننج. لكن الامتحان والتعويضي هيكونوا موجودين في نفس الفتره. يعني مثلا لو قلنا مثلا الامتحان يوم الجمعه، يبقى الامتحان الاساسي هيبقى ترايل 1 والامتحان التعويضي بتاعه هيكون ترايل 2. بس في حاجه مهمه جدا بالنسبه للموضوع ده، الدرجه ساعتها مش هتظهر لك، فانت هتخش اول مره وتشوف النظام بتاعك اللي هي ترايل 1، هل انت شايف ان انت اديت في الاختبار كويس او لا. بعد كده تروح داخل ترايل 2، لو انت شايف ان ادائك عالي وهيكون متخطي مثلا 27 درجه خلاص ما فيش اي مشكله. لكن لو حضرتك حاسس ان في مشكله، حضرتك ممكن مثلا تراجع سريعا وبعدين تبدا في ترايل 2 اللي هي واحنا عندنا هنشوف اعلى درجه وهناخدها. ده علشان ايه؟ الامتحان التعويضي ما ايه وقته ايه ما يخليش الناس مثلا تكسل عنه او كده. يبقى الامتحانين هيكونوا كده، اول واحد اللي هو ترايل 1 ودي الفرصه الاولانيه، ترايل 2 ده الاختبار التعويضي، ترايل 4 تريننج دي للتدريب، اي حد مثلا عايز يتدرب في، بس هيكون في نفس اليوم بتاع الاختبار، لان ترايل 4 تريننج بتقفل بعد وقت الاختبار. وان شاء الله بعد ما الكورس ينتهي او بعد ما الاختبار يبقى حاجتنا ليه تنتهي ان شاء الله، هنزل لحضراتكم كل الروابط دي موجوده على رابط المكتبه بتاعنا، بحيث حضرتك يكون معاك الفورم موجود فيه التصحيح بتاعه، بحيث ان انت برضو لو حابب تجرب بعد كده. بس هي المشكله مش هيبقى في تايمر، يعني دي الحاجه الوحيده اللي مش موجوده للاسف. وده رابط الحضور للجميع. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله كل خير.